كان الأمل يحدوهم في تأمين حياة كريمة لأبنائهم، لكن أحلام هؤلاء تبددت في غياهب شركات توظيف الأموال التي استقطبت مدخراتهم لاستثمارها نظير أرباح طائلة تفوق عوائد البنوك، غير أنهم وكثيرين غيرهم لم يحصلوا على أرباح ولا حتى رأس مالهم. سمعنا عن شركة سندس ميديكال للأجهزة الطبية إن هو بيدي أرباح بتعدي 5% في الشهر، فممكن توصل 17% كل 3 شهور. فطبعا أنا ما كنتش أول واحد دخلت ولا آخر واحد. يا عم احنا خدنا أحكامه. ويمثل عزوف البعض عن التعامل مع فوائد البنوك سببا للمخاطرة بأموالهم في شركات توظيف الأموال. دخلنا من الاتجاه اللي هي علشان ما تبقاش الفوائد ثابتة وتبقى فيها شبهة ربا، فمرة نديك 7%، مرة نديك 5%، مرة نديك 10%. فمن هنا بدأنا ندور ونبحث علشان نبعد عن شبهة البنوك. الملاحقات القضائية السابقة لم تحل دون ظهور موجة جديدة من مسلسل هروب أصحاب شركات توظيف الأموال تاركين ضحاياهم في مواجهة المجهول. يرمز هذا المبنى لأحد أشهر وأقدم قضايا توظيف الأموال في مصر، هي إحدى شركات الريان الذي انتهت رحلته بالسجن 21 عاما بتهمة الاستيلاء على أموال المودعين. اسم جسد أولا امبراطورية استثمارية تقوم على تشغيل أموال المواطنين في ظل ضعف الدعم الرسمي للمشروعات متناهية الصغر رغم قدرتها على استيعاب أموال صغار المستثمرين. الجهاز المصرفي المفروض يحرك أسعار الفايدة في إطار معدل أسعار المستهلكين أو في إطار معدل التضخم السائد، وإلا هيبقى دي نوع من أنواع الاستثمار السالب أو الفايدة السالبة، لأن لا يعقل أن يكون معدل التضخم أو معدل ارتفاع الأسعار في السوق 13 ويجي تديني في البنك على أي وديعة من 8.5 ل10 أيا كانت مدة الإيداع. وتمثل شهادات استثمار قناة السويس نقلة نوعية في نسبة الأرباح المرتفعة والمستقرة، غير أن شركات توظيف الأموال ما زالت تلعب دورا موازيا للاقتصاد الرسمي نتيجة إقبال شريحة من المواطنين عليها سعيا منهم لجني ربح أعلى. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.